بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بولادي بناتي من فناء الثانوية. بلادي بناتي، هاو دخل الفصل الثاني، هاي دخلت 2022 اللي نسأل الله جل وعلا إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يسعدكم. ولادي درقاء نحبكم، لازم تكونوا زعامة. ولادي لازم نحبكم تكونوا شطران. ولادي نحبكم لازم تكونوا شجعان. لازم به يجيبوا لنا معدل خيال، برومياراني دوزياماني تروازياماني. هذا النهارات نحاولوا ننطلقوا بانطلاقه رائعه. اي درس راكم تحوسوا عليه، برومياراني دوزياماني تيرمينال ولا كاش تمارين، اكتب في القناه وزيد الاستاذ نور الدين رايح تلقى كلش. دركا نحب ولادي ما يستسلموش، نحب ولادي يستدركوا الاخطاء اللي داروها في الفصل الاول. بين الاخطاء يا شطار يا الاولاد، والله يضرب كنت في القسم يسقسي في الاولاد قالوا لي الشيخ هات في النقال شويه درنا الوقت. اذا انتم كذلك الا كنتم زعامه نقصوا منه. راهم كاين جماعه بزاف قالوا لي استاذو كيما نستعملش هاتف النقال كيف نشوفك؟ معليش تقدر تشوفني بصح لو جاست تكمل تغلق البورطابل وتبدا تقرا. احنا علينا نقولوا هذا الكلام، ماهوش الهدف تاعنا كي تدي يعني الهاتف للثانويه معناها حاجه عيب. لا، احنا رانا نحوسوا باللي كي تدي الهاتف للثانويه ولا المتوسطه راه يشغلك على قرايتك، هذا هو الهدف. الا كان ما يشغلكش لك ألف تحية من عند الأستاذ نور الدين، ولك ألف تحية من عند الحلم تاعك اللي راه يستنى فيك. يقول لك يعني ماكش تكذب عليا، صحيح راك حاط راسك في قرايتك. نحب ولادي الفصل هذا استدركوا الأخطاء. نحب ولادي هذا الفصل هو أهم فصل، علاه؟ لأن الفصل الثالث إلا ما على بالكمش راه يجي فيه رمضان ويجي فيه السخانة، يعني شوية الإنسان تنقص القدرة تاعو. الأولاد اللي حابين تقراو مرات مع الصباح، أنتم على العشية راه في الدار، راكم تقراو مع العشية، أنتم مع الصباح، أنتم على الليل. المهم هذه الأيام الإنسان لازم يدير المستحيل تاع المستحيل. علاه؟ أبا نفرح بكم الليل. ما نحبوكمش تكونوا كيما الفصل الأول فشلتوا. أنتم كذلك الأحرار في ليبيا. ما تقولوش شيخ نور الدين نسانا، لا، هيا ديروا توقيت الجمعة وبداوا تقراوا. أنت كذلك اللي تفوز في الباك وأنت خدام ولا أنت خدامة. الآن دير توقيت وبدا تخدم. هذاك عفى الله عما سلف الجمعة 2022 مادام دخلت، ما نظنش بلي حترحم واحد فينا. نقوله مستحيل راح ترحم واحد فينا، الا اللي يقرا اكيد راح ترحم. على بالي انتم زعامة وشطار، على بالي باللي فايقين، على بالي ما تخلوش الزمن يفوتكم وقطار النجاح يروح يخليكم. على بالي باللي كامل ان شاء الله السنه نركبوا في قطار النجاح ونجيبوا معدل ان شاء الله خيالي اللي خلينا ان شاء الله نستعدوا كامل باذن الواحد الاحد. هذا الاسبوع الى حيانا ربي ان شاء الله نهار 8 جانفي 2022 رانا في تلمسان في اقوى دوره مراجعه للدول. الحمد لله درناها في كل ولايات، كل الطلبه استمتعوا بها. اما انتم يا جماعه اللي راكم بعد عليا راح نحطها في اليوتيوب ونديرها على شكل فيديوهات باه تستفادوا منها ان شاء الله. وفي الاخير الاولاد البنات نحبكم تكونوا شطار، نحبكم تكونوا زعامة، نحبكم تحملونا المشعل تاع البيام 2022 والبيام 2022 وانتم لكم بروميير ودوزيام اني. نحبكم فين تكونوا شطار باه العام الجاي نتلاقاو باك 2023 ولا 24 ان شاء الله. على بالي بلي راكم فرحانين وراكم متشوقين توصلوا لهذه النتيجه ان شاء الله كامل نوصلوا، وان شاء الله انتم لكم ترمينال كامل تحققوا لنا الحلم. في الاخير الاولاد البنات ادعوا لي ربي شافيني من عيني هذه الايام اللي توجعني، وديروا لنا جيم وابوني في لاشين باش يوصلكم دائما جديدنا. لكم احلى طيبه من هذا يعني الاماكن الخضراء. رانا هنايا كيما راكم تشوفوا في فناء الثانويه، هاو الفناء تاع الثانويه اللي خدمت فيه استاذ. انا في جهه الصطاد تاع الصطاد وين يلعبوا الاولاد الرياضه. سلام. عجبك الفيديو دير جيم وغلق البورطاب وروح لكش تمرين حبك انت وليدي. احلى قبله من نا. السلام عليكم.